بلش فحص الناخبين. كلهم مسجلين في بيته فحصوا سجل الناخبين. 7-4-6-6-4-8. نحن في اليوم الأخير لمرحلة الترشح، حيث ستغلق أبواب مرحلة الترشح التي امتدت على مدار 10 أيام من تاريخ 8/2 وحتى 17/2 وهو اليوم. عند حلول الساعة 12 ستقوم لجنة الانتخابات بإغلاق باب الترشح، وهو اليوم الأخير لاستقبال القوائم. حتى هذه اللحظة نتمنى من جميع القوائم اغتنام الساعات المتبقية لتقديم طلبات الترشح، خوفا من لا سمح الله أن يكون هنالك أي نقص في الوثائق أو أن يكون هنالك مشاكل في المتطلبات القانونية لهذه القوائم. نود التوضيح بأن اليوم الأخير لانسحاب القوائم كان يوم أمس، اليوم هو فقط لتقديم القوائم. رغبت أي قائمة بسحب أحد المرشحين لن تستطيع سوى سحب القائمة بشكل كامل، ومن ثم إيداع قائمة جديدة بدور جديد ورقم جديد. في محافظة نابلس بالمناسبة لدينا 9 هيئات محلية حاليا كما تشاهدون في المكتب، هنالك القوائم تقوم بتسليم القوائم لها في الهيئات. كبرى هذه الهيئات بلدية نابلس، أيضا هنالك بلدية بيتا وبلدية بيت فريق وستة مجالس قروية أخرى في هذه المحافظة. حتى هذه اللحظة هنالك قائمتين في بلدية نابلس، ولكن باب الترشح كما أشرنا لم يغلق حتى هذه اللحظة. سيكون لدينا العدد النهائي عند حلول الساعة 12 من مساء هذا اليوم. حتى هذه اللحظة كما أشرت هنالك قائمتين تسجلت بشكل رسمي في لجنة الانتخابات خاصة بالهيئة المحلية نابلس. بالتحديد هنالك 88,300 ناخب تقريبا في السجل النهائي للانتخابات، الذين سيقترعون إن شاء الله في 26/3 وهو اليوم المخصص للاقتراع.